توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، صدق الله العظيم. أهلا ومرحبا بكم أبنائي المحامين والمحاميات، شباب مصر مستقبلها الواعد. أكرر ترحيبي بحضراتكم وأنتم على مقربة من دقائق معدودة وتؤدون اليمين القانونية حتى تكونوا من عداد المحامين المقبولين في نقابة المحامين. ونقابة المحامين تشرف بكم اليوم وتفتح ذراعيها لتحتضن أبنائها الشباب الذين سطروا بأحرف من نور في تاريخ هذا الوطن. ويقول الحكماء أن الشباب هم نصف الحاضر ونصف المستقبل، وأنا أقول لكم أنتم كل الحاضر وكل المستقبل. إخوتي الأعزاء، تحدث زملائي الكرام أعضاء مجلس النقابة العامة فيما أنتم قادمون إليه، وعليكم أن تتدربوا في السنتين القادمتين عند محامي مشهود له بالكفاءة والأمانة، لأن التدريب هو أساس وعماد المحامي. وإذا لم يكن المحامي مشهودا له بالكفاءة والأمانة فلن يعلمك شيئا على الإطلاق، لأنك عندما تمتهن هذه المهنة وتقسم قسم المحاماة الذي سوف تؤدونه أمام النقيب سامع عاشور بعد دقائق، هذا القسم لابد وأن تضعه موضع عينيك وأن تعمل به حتى نهاية عمرك في المحاماة. وسوف تقول أمام معالي النقيب: أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. وهذا القسم لابد وأن تبروا به وأن تكونوا عند التزامكم بهذا القسم، لأن مهنة المحاماة أيها السادة المحترمين هي مهنة العظماء. مهنة المحاماة هي المهنة التي حقيقة تعتبر في القمة المهن، ومن لم يرغب في أن يكون محاميا مشهودا له بالكفاءة فعليه ألا يبقى في نقابة المحامين، لأن المحاماة الآن أصبحت على المحك، المحاماة الآن أصبحت في الصدارة، ونقابة المحامين نهضت منذ سنوات تحت قيادة قائدها ومعلمها وابن مصر الوطني البار. فتحية تقدير للنقيب سامع عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العربي. إخوتي الأعزاء، أكرر ترحيبي بكم، وعليكم أن تلتزموا بالزي المطلوب في المحاكم، وهو البدلة والكرافطة، لأن المحامي لا يعرف إلا بهذا الزي، فأنت أفضل من ناس كثيرين. وعليكم أن تلتزموا إخوتي المحاميات بالزي والاحتشام المطلوب، ونحن في بيوتنا المصرية نلتزم بهذا، وهو القدر المتيقن في هذا الالتزام. وأنتم أيها الأخوة الأعزاء، نقابة المحامين، أضرب لكم مثلا بسيطا. منذ كان بطرس باشا غالي رئيسا لوزراء مصر، وكان الأستاذ مرقص حنا نقيبا لمحامين مصر، وأصدر رئيس الوزراء عدة قرارات تضر المصريين، لأنه استطاع أن يضر المصريين بهذه القرارات، فأنظره نقيب المحامين في ذلك الوقت مرقص حنا وكلاهما مسيحي أن يعدل عن هذه القرارات، فرفض العدول
واستمر المجلس منعقدا في نقابة المحامين في شارع رمسيس لمدة أسابيع، ثم خرج المحامون بالأرواب السوداء إلى قصر عبدين ينددوا بهذا رئيس الوزراء بطرس غالي إلى أن تم القبض على مرقس حنا في الشارع وحبس، فخلى منصب نقيب المحامين وأجريت انتخابات جديدة على منصب مرقس حنا، واستطاع المحامون أن ينتخبوا مرقس حنا وهو داخل السجن نقيبا للمحامين مرة أخرى. هذه هي الوطنية وهذه هي المصرية، وهؤلاء هم المحامون الذين كانوا في ذلك التاريخ. فأتمنى أن تعودوا بالزمن الماضي وأن تكونوا من الأفزاز، عشتم للمحاماة والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة الأولى من قانون المحاماة بتنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. هي ذات المادة 198 من الدستور. النقيب الأستاذ سامي عاشور لما كان في لجنة الخمسين التي وضعت الدستور المصري عام 2014 صمم على أنه ياخد ذات المادة الأولى من قانون المحاماة ويضعها في فصل المحاماة في المادة 198 التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع. يبقى إذن لما أن المحاماة مهنة حرة وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، يبقى إذن الزميل المحامي زيه زي الزميل القاضي وزيه زي وكيل النيابة. ولذلك دائما بقول أن المحاماة مظهر وقوة. مظهر لابد أن مظهرك ما يقلش بأي حال من الأحوال عن وكيل النيابة اللي أنت رايح تحضر قدامه تحقيق، أو القاضي اللي أنت بتحضر قدامه. ليه؟ لأنك أنت مش أقل منه، ده أنت قضاء واقف بنص الدستور. الدستور اللي قال كده، يعني ما فيش محدش يقدر يقول أن المحامي أقل من القاضي أو لا، هما جناحي العدالة. ما فيش عدالة بدون محاماة ومش عدالة بدون قضاء. يبقى إذن ما دام ذلك يبقى لابد انك انت ما تخشش، ما ينفعش انك انت تخش المحكمه ولا النيابه وانت لابس لبس لا يليق بك انك انت محامي. ده من حيث المظهر. اما من حيث الجوهر، وزملائي قالوا اكدوا على هذا الكلام، لابد ان الزملاء المحامين الجدد يلتحقوا بالمكاتب التي تعمل فعلا باعمال المحاماه. يعني ما ينفعش انك انت تقيد في نقابه المحامين واسم انك انت معاك كارنيه وما تشتغلش في مهنه المحاماه. ليه؟ لانك انت لما هتيجي تقيد ابتدائي وتجدد الكارنيه في نقابه المحامين هتطلب منك ادله اشتغال، تقول لك انت اشتغلت ازاي، اشتغلت فين، فين التوكيلات وفين محاضر الجلسات والصحف الدعوة اللي انت رفعتها. ولذلك نقابه المحامين في هذه الدوره بقياده النقيب الاستاذ سامي عاشور قامت بتنقيه انفسها. اللي مش شغال محامي، احنا شلنا لغايه دلوقتي ما يقرب من 200,000 شخص معاهم كارنيه نقابة المحامين ولا ينتمون لنقابة المحامين بعمل، ما كنتش شغالين محامين. ولذلك أنا بقول من دلوقتي وفر على نفسك مجهودك، وفر على نفسك فلوسك، لو أنت مش عاوز تشتغل محامي من دلوقتي خلاص شوف لك أي مهنة أخرى أو شوف لك أي عمل آخر غير المحاماة، لأن المحاماة لابد أنك أنت هتقدم أدلة اشتغال في تنقية أول بأول. زملائي الأعزاء، هذه كلمات بسيطة، ولو طبعا في متسع من الوقت لتحدثنا معكم كثيرا وكثيرا، ولكن كل عام وحضرتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في الأول بقول لكم مبروك أنكم أنتم النهاردة تحلفوا اليمين، لكن أنا عايز أقول ان بعد دقائق او بعد نص ساعة هتحلفوا اليمين وهتكونوا محامين بإذن الله من الدرجة الاولى. عايز اقول لكل واحد محامي هيتدرب في مكتب محامي، اختار مكتب المحامي اللي انت هتتدرب فيه، لازم يكون مكتب المحامي كويس، اسأل استفسر.
وخلي مكتب المحامي كأنه مكتبك بالظبط، اعتبره ده المكتب بتاعك. لو انت اعتبرته انك بتأدي خدمة في مكتب المحامي مش هتستفيد، لكن لو اعتبرت المكتب ده مكتبك وانت بتؤدي لمكتبك هتتعلم كتير وهتروح كتير. مهنة المحاماة مهنة عظيمة، ومفيش حد أعظم في مصر كلها من هذه المهنة العظيمة، مهنة الوزراء والزعماء سعد زغلول ومصطفى كامل. مهنة نعتز بها جميعا، مفيش حد في مصر أحسن منك، بس أنت تبقى ماشي بمبادئ وسلوكيات المحاماة الحقيقية. عندكم نقيب قوي هو الأستاذ سامع عاشور نقيب المحامين، قدوة ومثل ورمز مش للمحامين بس، لا لكل النقابات المهنية، وهو فعلا رئيس النقابات المهنية كلها في مصر، وده حاجة تشرفنا كلنا جميعا. أنا بقول لكم أهلا وسهلا، وبدعوكم للاشتراك في معي في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، في دورات عظيمة جدا. يمكن عايز أقول لكم بكرة في دورة دي اكتملت قبل موعدها بكتير جدا، وفي دورة في شهر يناير اللي مش ملحقين. دورات دي دورات تثقيفية عظيمة جدا في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بيجي الناس من كل بلد، من قينا ومن أسوان ومن سوهاج، عشان يتلقوا العلم في هذه الأكاديمية العظيمة. أنا بدعوكم ليها، وبدعوكم للاشتراك في اتحاد المحامين العرب، وأنا أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في الاتحاد. بدعوكم للاشتراك في اتحاد المحامين العرب بعد قيدكم بكارنيه 19، وأتمنى لكم مستقبل باهر، والسلام عليكم ورحمة الله. المفروض حلف اليمين ده كان يبقى موجود في مبنى النقابة العامة، لكن إحنا عشان ظروف بناء المبنى الجديد حلف اليمين معمول مؤقت كده في المكان اللي احنا موجودين فيه، لكن ان شاء الله عن قريب سيتم افتتاح مبنى جديد يليق بيكم ومهنة المحاماة. طبعا حضراتكم عشان تبقوا موجودين معنا النهارده وتحلفوا اليمين بتمضوا مثلا بخطوات في حدود 3-4 شهور، وانت كده افتكرت انك خدت الكارنيه. لا، انت بتبدا الانتساب للنقابه، النقابه ما بتسبكش. بنعمل لكم دورات متخصصه في كافه فروع القانون، اللغة الإنجليزية، الإجراءات الجنائية. عملنا دورة متخصصة في قانون الرياضة والتحكيم في منازعة الرياضية، حضرها في حدود 800 زميل. إن شاء الله عن قريب هنعلن عن الجزء الثاني منها. زي ما أنا برضو بنلزمكم أنكم في مظهر لائق لابتداء البدل والزي اللائق للزميلات، معالي النقيب سامح عاشور بيوفر لكم معارض للأزياء والبدل مدعمة وأسعار مخفضة ليكم. إن شاء الله عن قريب سيتم عمل معرض في المبنى في شارع رمسيس بالتعاون مع الأستاذ هشام زين نقيب شمال القاهرة، وهنعلن عن مواعيده، وإحنا تحت أمركم وربنا يوفقكم إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا أنا ببارك لكم طبعا إن أنتم ضميتوا لمهنة المحاماة من أعظم المهن، هي رسالة أكتر من إنها مهنة يعني. فأنتوا حاليا دلوقتي تحملتوا مسؤولية نقابة المحامين. أنتوا انضميتوا لنقابة من أقوى النقابات في مصر. الكارنيه يا جماعة مسؤولية في كل شيء، مسؤولية في الشارع، مسؤولية في الاسم، مسؤولية في المحكمة، مسؤولية في كل مكان تظهر فيه وتبدي صفتك إنك أنت محامي. فالمحاماة هنا مسؤولية يا جماعة، فبرجاء إن إحنا نكون على قدر المسؤولية. وأوصيكم بالزي، ما تظهرش في أي مكان بدون زيك الرسمي اللي هو البدلة. البدلة يا جماعة بتطفى عليك احترام، نوع من الاحترام كبير جدا. حتى وانت سايق عربيتك، وانت شايف وانت سايق عربيتك وانت ماشي كده بالبدلة، بتلاقي مثلا لو حد بيوقف اي حد بتلاقي نفسك انت بتعظم لك. ليه؟ خلاص انت لابس البدلة. البدلة دي بتطفئ شيء من الاحترام. انا مش هطيل على سيادتكم بالحديث عشان خاطر الاساتذه، فاعود وابارك لكم تاني واقول لكم الف مبروك انضمامكم لمهنة المحاماة. شكرا لكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله.
المنصة الكريمة، أبنائي وبناتي المحامين، ألف مبروك ليكم. ومن النهاردة أنت زميل محامي، لك ما لنا وعليك ما علينا. من النهاردة بعد لحظات هتخصم اليمين وتستلم كارنيه مكتوب فيه الأستاذ فلان المحامي. الكارنيه ما فيهوش ديانة، مسلم ولا مسيحي، ما فيهوش أنثى ولا ذكر، لا كله محامي. يعني أنت محامي وأنا محامي وهي محامية برضو محامي. أنا أنصحك من النهاردة يكون في لحظة من اللحظة دي فرخة في حياتك، حياتك من قبل النهاردة وضع ومن بعد ما تخصم اليمين وضع تاني. أنصحك نصايح بسيطة هتفيدك في حياتك. أولاً التحق بمكتب محامي تتعلم فيه، في فرق بين الدراسة العملية والدراسة اللي انت درستها في الكلية. هتتعلم في مكتب المحامي ازاي تبقى محامي. أيضاً أنصحك انك تقرأ كتب، اطلع على يعني وانت بتقرأ تشوف قضية ايه وتشوف القضية تتكلم عن كذا، هات الكتاب اللي بتتناول موضوع القضية دي وقراه. وقبل ما تقرأ اي كتاب تقرأ قانون المحاماة. ليه قانون المحاماة؟ عشان في باب بيتكلم عن حقوق المحامي وباب بيتكلم عن واجبات المحامي. تبقى انت عارف محامي انا حقوقي لغاية فين وعارف الواجبات اللي عليا لغاية فين. وايضا انصحك بالزي، لازم تكون لابس بدلة عشان اللي يشوفك يعرف انك محامي في شكلك، من الشكل، من الشكل انت محامي، عشان ما يسألكش انت محامي ولا مش محامي. وايضا انصحك تتحلى بالاخلاق الحميدة وحسن الخلق والامانة، الامانة مع زمايلك، الامانة مع الموكلين، الامانة والتعامل ايضا مع القضاء والنيابة، يكون عندك حسن خلق وحسن تعامل. والف مبروك عليكم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية انا بوجه لكم التهنئة بمناسبة احتفالية حلف اليمين نقابة العامة للمحامين، ولكن اسمحوا لي ان زملائي واساتذتي على المنصة تحدثوا في نصائح لكم تفيدكم في اثناء تأدية عملكم في مهنة المحاماة. وقد طلبت من الأستاذ أبو بكر عدم الحديث لظروف خاصة بمرضي، إلا أنني طلبت الكلمة مرة أخرى لعلكم تشاركون الرأي. أن أوجه الشكر والتحية لأسركم الذين رافقوكم اليوم لحضور احتفالية حلف اليمين بالنسبة لأبنائي وبناتي، فتحية لهم وأنا أراهم أمامي. هم من بذلوا الجهد والعناء حتى تصلوا إلى هذه القاعة لتقوموا بحلف اليمين، فتحية لهم على مجهوداتهم، وإن شاء الله بالتوفيق لهم ولكم إن شاء رب العالمين. وشكرا لحضرتك.